كاين هذه الوقفه اليوم بخصوص السوق ديال محامي تسعود تجاوزت اللي وقعوا فيه، لان الناس اللي كان المفروض انها تستافد ما استافدتش، وكاين بزاف التجاوزات والناس قامت بعمليه تفويت، ما عندهاش الحق تقوم بعمليه تفويت، يعني بداو كيبيعوا كيشدوا البلايص وكيبيعوهم، والناس الاخرى اللي هي كتستحق بانها تستافد راه ما استافدتش. هما راه كاينين ناس كثار اللي ما جاوش اليوم، كاينين ماشي هذا الكم اللي كتشوف، كاين كم كبار من هذا، يعني كاين عده تجاوزات، والتجاوزات راه وصلت للسلطات، يعني ادله وصلت للسلطات، فهمتيني؟ ولحد الان ما كاين والو، ما كاين حتى شي استجابه، هادشي اللي كاين. يعني من امتى وانتم كطلبوا بهذا؟ ايوا شحال هادي، شحال هادي يا سي يوسف؟ من شهر جوج. من شهر جوج وحنايا الوقفات وهذا وهذا وهذا. اييه اييه. أول وقفة، أول وقفة دابا لكم قدام مجلس الجماعة؟ لا. أول وقفة. لا قدام هذا المجلس، أه أول وقفة. ايوا شنو كتنتظروا المنتظر المتطلبين؟ كنتظروا ان المسؤولين يشوفوا في هذا الموضوع، يعطوه واحد القيمه ويشوفوا فيه ويعطوا الناس اللي كتستحق، يعطوها المناصب، يعطوها دوك الكلاس يستافدوا منهم الناس اللي من حقهم يستافدوا، فهمتي؟ اللي ديجا تقيدوا. اه لا مقيدين الناس اللي هما اهل باش يستافدوا، دابا راه كاينين الناس اللي زعما ميسورين وداك الشيء وما يستحقوش انهم يستافدوا من ديك المبادره باش هذاك ديال التنميه البشريه واستافدوا. وكاين اللي استافد وباع، وكاين اللي مزدرت في السوق ديال المحامي تسعود ومزدرت في سوق اخر، يعني كاين بزاف التجاوز، ما كاينش واحد النوع من الشفافيه، فهمتي؟ تفل بالغوري نائب الرئيس نتاع الكاتب الاقليمي للباعة الجائلين بمدينة مراكش، درنا هذه الوقفة اليوم قدام امام المجلس الجماعي على قبل لان مجموعين فيه الناس نتاع الجينة المنتخبون بما فيهم العمدة و النواب ديالو مجموعين هنا اللي ما بينهم يجاوبونا انهم قال لنا واحد الخطره العمده كما قال، وبالتفصيل عندنا بالفيديو ديالو ان قال لك جيبوا لي غير واحد اللي بايع او لا مفوت ونخدموا هذاك السوق نتاع المحامي تسعود. اليوم كنجيبوا ليه 8 الناس اللي بايعه، الناس هي بايعه وشاريه على خاطرها السوق خاوي، هما عندهم واحد الالتزام ما بين المجلس وما بين المستفيد انه اللي ما دخلش السوق في خلال 15 يوم حتى الشهر، ما بين 15 يوم حتى الشهر تتسحب منه البلاصه. ها هما كنشوفوا في ما يزيد على 6 اشهر ولو واحد تحيدت ليه البلاصه، والسوق راه باقي خاوي.